السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الموجة المفتوحة لقناة هلا ولموقع بانيت. وضيفي في هذه الفقرة هو دكتور أحمد هيبي، وباحث وكاتب. رحب بك، أجمل ترحيب دكتور هيبي. أهلا بك. عمليا من أي بلد أنت؟ هيبي. أنا من إحنا من كابول. كابول يعني في عيلة هناك كبيرة. إحنا بالأصل عيلة هيبي. كابول بجنب طمرة. بس مزبوط، جنب طمرة صحيح. أقرب إشي علينا هي طمرة. وعيلة الهيبي إحنا أصلا من قرية مهجرة اسمها ميعار. أنتوا مش من إخوتنا البدو؟ لا لا، هذاك الهيب. حلو. هذاك هيب بحق لا تخربط. لا لا طبعا، ما إحنا كنا إخوة برضو. صح، هيب وهيبي نفس الشيء. صح، إني هيب أكثر شيء بطوبة. طوبة الزنجرية. طوبة الزنجرية، أيوة. وفي قسم من إن أجى على شعب، بتعرف إنه البدو الحولي بالسنوات الخمسينات جابوهن من الحولي على قرية شعب، لأنهم كانوا على حدود السورية الإسرائيلية. بتذكرك شوي هيك. نعم. نشرك المشاهدين تبعنا، الحولي اللي بعرفه وإحنا بالمدرسة بداية كان تنتين بحيرات في المجتمع في داخل دولة إسرائيل، بحيرة طبرية بحيرة الحولي. أيوة. بحيرة الحولي كيف علمونا وإحنا صغار؟ نشفوها. نعم. وظلت بحيرة طبرية. مزبوط. أنت بتقول لي هذول أصل من الحولي، يعني منطقة. يعني هي منطقة الحولي. مزبوط. كانت قرى برضو هناك، كانت قرى اللي كانت على حدود ولسبب ما يعني إسرائيل حاولت هجرتني. لا، إحنا بنعرف 48، بنعرف كل الأشياء اللي صار. مش لا، هي قبل بعد 48. بعد 48. بعد 48. والحولي. وبعد 50 كمان. والحولي يعني كونها، يعني أنا بحكي معك عن حولي. نعم. بتذكر مناظر من ذاكرتي إنه هناك في طيور وفي طبيعة جمال، مناظر طبيعية. على فكرة اليوم بتندموا إن نجففوا الحولي. وعم بيرجعوا ليش؟ لأنه لما جففوا الحولي يمكن خسروا التربة وخسروا كثير حيوانات وكثير طيور، والبيئة تغيرت وإلى آخره. فحتى بعرف اليوم إن العمالين بفوتوا مي للحولي بدهم يكبروها، يوسعوها ويعملوا يعني يرجعوها، يعني يحاولوا. لا مش يرجعوها كلها، ولا جزء منها يمكن. بقدروش يرجعوها، لأن يمكن صاروا بايعين قطع منها أو صاروا مأجرين. ما بعرفش فيها يعني. يعني أنا بتخيل. نعم. مش اللي بعرف. فالمياه والنباتات والأشياء الجميلة هاي. مزبوط. طبعا البيئة، مو أنت يعني بالبيئة مرات إذا يعني حيوان، طبعا البيئة بتضم هذا بيسموه التوازن البيئي. التوازن البيئي اللي فيه الحيوان والإنسان والأشجار والجماد والأشجار. مزبوط. مثلا لا نفرض بالبيئة الأرانب ماتت فرضا، طيب ساعتها الذئاب والوحوش اللي بتاكل الأرانب كمان هي عندها مشكلة. مزبوط. صحيح. طيب ساعتها العشب اللي بأكله الأرانب بيطلع كثير برضه عنده مشكلة، يعني بصير زيادة يعني أكثر من اللازم، وساعتها يمكن بيأثر على الأرض الزراعية المعدل الزراعي. يعني اللي بدي أقوله أنا أنه توازن البيئي. توازن البيئي بالضبط، كل شيء. نقص واحد بيؤدي لكل الهيئة وكل المعريخ اللي بيقولوا بالعبراني يتغير، الجهاز كله يتغير. شفت أنا مقابلة في موقع بانيت لمصور. شو هذا بيعمل؟ نسيت شو اسمه، أكيد موجودة يمكن في تطبيق أو في، أكيد موجودة. المهم هذا مصور شو بيعمل؟ بيروح على مناطق اللي فيها مي وفيها نبات وهيك في الشمال. بنام على الأرض، بيبقى لابس دواعي أكثر منمرة وهيك أكثر عن الطبيعة عشان ما يشوف. عشان وبقعد وبقعد على الأرض، بقعد يستنى. هسه لما كباله في مي وفي نباتات وهيك، أول ما تيجي طير معين بصوره، بيعمل زوم لهذا وبصوره. روعة. بتعرف قديش عجبني الإشي؟ قلت له صح لي أنا أروح أنا الثاني أقعد هالقعدة هي بتاعته. أنت تعرف مثلاً في محطة الناتشرال جيوغرافيك اللي بتجيب بس عن الطيور وعن البيئة والأبصار إيش، والجزيرة الوثائقية كمان. لا بس أنا قصدي أوكي، بس أنا قصدي إنه
انه يعني لو صح لي اكون محله ميدانيا ميدانيا مش بس اشوف الصوره. يعني انت حابب تكون يعني تعرف انت مش حابب تكون بشيء من النوع شيء مميز انك تشوف الطير وهيك تشوفه طبيعي يكون يجي على المي يكون انت عارف جاي تربط له للطير بجنب المي وبجنب النبات وبجنب هذا فهو بالا يجي هو باشكال والوان وهيك فحلو لا طبيعي يعني بس تخيل اللي بحكي فيه انا احنا بس حلو. احنا بعدنا عن الطبيعه للاسف يعني كبول كثير كمان بعد. مش بس كبول الكل بقى يعني الطبيعه شو بتتذكر من الطبيعه مثلا يعني انا بتذكر كابن كبول احنا اولاد فلاحين طيب وكان عندنا بذيك الفتره كانت يعني عدد السكان القري كان قليل بذاك الوقت وكان في اراضي زراعيه كثير كان في مراعي لقديش يعني عدد السكان اليوم يعني احنا اهلي اجوا من المعار على شعب بالبدايه شعب برضو قريبي من قريبي صح كابول وسنة السبعين بالضبط انتقلنا على اشترينا أرض بكابول وأبوي عمر بكابول بس اللي بدي أقول لك إياته هو إنه بذيك الفترة كان في مراعي كثير كان في طرش كثير إحنا بنسميه غنم وبقر وأيوة وكانت الناس تعتاش من هالشغلة وأولاد الفلاحين اللي زينا يعني كانوا يساعدوا أهلهم بالزراعة بالرعية الرعاية الفلاحين اللي زيك كان أمنية أبوهم وأمهم إنه يتعلموا مزبوط وصلوا دكتور زيك هاي الأمنية هاي أكبر أمنية عندهم صحيح كان. مزبوط كنا نزرع دخان مثلا صحيح أيوة بتعرف كيف زراعة الدخان كيف أنا بعرف بس يمكن المشاهدين ما يعرفوش أنت بتعرف بس إني بعرفوش على السريع زراعة الدخان إنه كنا نزرع الدخان يزرع بالأول بذر مساكب زي البندورة ذكرك هسه في يمكن شباب كمان شايفين وهيك زراعة الدخان مش إنهم بيكموا سيجارة وبيزرعوها لا زي البندورة آسف يعني مش بندورة بالآخر بيطلع زي ما بيزرعوا البندورة زي ما بيزرعوا البندورة المساكب بزر مسكب يعني بيطلع نبات قصير طيب الفلاح بأخذه ونقله على الأرض مسكب يعني شكلي مسكب هو الحوض الحوض المسكب هو الحوض من كلمة سكبة الظاهر من كلمة سكبة الحوض بيطلع الشتل هذا بالضبط بيطلع الشتل بيقوموه بيزرعوه على بيزرعوه بتلام وبصير نبات عالي وفيه له أوراق والأوراق هاي بنزعوها طيب بنشفوها بيعملوا منها دخان وبيخرطوها يعني أيوة وبيعملوا منها الدخان زمان كانوا أول شيء بيقطعوها الورق بحطوه بخيط حلو على الحيط حلو مزبوط ينشف كانوا هاي عمليه الشك فكانوا يشكوا في مسله يعني حطوا فيها الخيط زي الابره صح طويله ويجوا على عرق نسميه العرق يعني بقلب الورقه في عرق فالعرق شوي عريض اللي بتفوت فيه المسله ورقه ورا ورقه انه ينتلي الخيط حوالي متر ونص صح فالمتر في بيجوا بعلقوه على مسكب او على يمكن مش مسكب انا عارف نسيت بعلقوا على جدار على شيء بعلقوا بالضبط على شيء يتعلق مشان ينشف ياخذ وقت اليوم بروح على تركيا اليوم اللي بروح على تركيا يعني وبصح له يشوف المزارع او يمرق من جانبها بشوف كيف زراعه الدخان هناك بمساكب يمكن على عشرات او مئات او الاف الدونمات انا مره شفت بتركيا وذكرني هذا الشيء اليوم بطل طبعا هاي الزراعه بطلت اخر شيء كانت بتلاقي بالضفزيه وبطلت بعد. مزبوط يمكن في اليوم شوي يمكن الضفه فيه بالضفة أكيد فيه ليه لأنه بالضفة برضه بيبيعوا إحنا الدخان نسميه دخان عربي الدخان العربي أيوة فهاي كانت الطفولة تبعتنا الطفولة كانت قريبة من الطبيعة قريبة من البيئة ليه أنا سألتك شو اللي فطني أنا أزر شو اللي فطني أسألك هذا السؤال لأنه إحنا بالصف الثالث تعلمنا درس شك الدخان والله ما انا متذكر العنوان هيك وانت جاي من عالم الدكتور احمد هيبي انت باحث وكاتب وانت كمان الفت كتب
اللي نحكي عنها يعني كانت شيقة. نعم. وكنت كمان كنت رئيس مجلة المنبر. صحيح. اللي هي كانت كثير شعبية. مزبوط. اليوم موجود اليوم؟ لا، المجلة مش موجود اليوم، من سنة 2000 مش موجودة، من 2001 يمكن. تعرف لأنه الإنترنت تعرف وين تأقم قضى على تعرف وين تأقم لموقع بانيت؟ بتصور بعدين كنت بال 87؟ لا بال 2000، ما كانش بال 87. بال 2000؟ اه بسنة ال 2000. بس الجريدة قبل. الجريدة بال 86. 86. أنا سويت أول مجلة منبر بال 87. أنا بال 87 بال 86 بال 87 أنا خلصت الدكتوراه بال 86 بجامعة حيفا، دكتوراه بالرياضيات، ولكن كان عندي هواية الكتابة. شو كيف تربط؟ كيف بتفسر كونك قريب على الرياضيات وقريب على الكتابة؟ الكتابة أكثر إشي يعني إشي أقل علمي أدبي. صحيح. في حين الرياضيات هي علمي درجة الأولى. فكيف أنت؟ صحيح. شو اللي وصلك كيف صار هذا الرابط بين الشغلتين؟ يعني هي الشغلة اللي هي موهبة بالأساس، يعني أنك أنت أي منها موهبة، الكتابة ولا الرياضيات؟ الطلع ال الكتابة موهبة، الرياضيات تعليم يعني دراسة رسمية. معك أنا لحظة بدي أشوف. هات نشوف. بدي أشوف شو أنا بكتبوا لي. اوكي هذا ايش عن عيد الميلاد المجيد. اقرا، تعال فرصه نقرا، تعال نشوف شو كاتبين لي. كل عام والجميع بخير. اي والله انا بضم صوتي لصوتك. هون العنوان على كل اقدر اقرا انه هيك الطاقم هات يبحث روح العطاء والبهجه وساد توزيع الطرود الغذائيه بمناسبه عيد الميلاد المجيد، كل عام وانتم بخير. فعلا يعني نعم. كلمة منيحة اللي حكيتها. فإذا انا ما بتفكش معك، قلت لك بالنسبة انه الرياضيات تعليم بس كثير موهبة بده. مش كل ولد بصفك كان بالأول قبل ما تتخصص بالرياضيات كدير يعمل دكتوراه بالرياضيات. لا صحيح، بس انت بدي لك شغلة. اليوم بالنسبة للرياضيات في كثير ناس بيسيئوا فهم الرياضيات، بحيث انه الناس اللي لازم تعرفوا انه اي طالب عادي مستوى ذكاء عادي يستطيع ان يتعلم الرياضيات، وحتى يستطيع ان يعلم الرياضيات، ويستطيع ان يتعلم رياضيات في الجامعة يعني لحد BA. طيب يمكن ما يشغلش بالرياضيات بعدين، يعني ما يكون باحث، ما تكون هوايته، ما يكون حبه اللي هو يعني بنتقل من جامعة لجامعة ومن بحث لبحث وإلى آخره، ولكن يستطيع إنه بس إنه يعني يكون عارف وعالم ويعلم الرياضيات. طب أقول لك شغلة، أنا عمري ما حبيت الرياضيات، بس بالصف الثاني عشر وأنت بالحادي عشر عارف أنت في الثاني عشر بدك تعمل بقروت، كان زمان بالثاني عشر. صحيح. طبعا اليوم لا، اليوم بيعملوا بالعاشر وبالحداش وبقسموا لوحدات. احنا كان بس بالثاني عشر كان مرة واحدة نعمل مشان تأخذ بقروت. في حينه كان بكفي انك خمس دروس تأخذ فيها ستة مينيموم، صح، ودرس تأخذ فيه خمسة مينيموم، صح، والدرس اللي تأخذ مسموح لك تأخذ فيه خمسة واحد من اثنين، الرياضيات والانجليزي. بالضبط. ايوه. مشان يعني. طب انا لا بحب الرياضيات. طيب انا يسر بدي اسالك، كنت علمي ولا ادبي؟ فترتنا ما كانش شيء ادبي وعلمي، كان مدرسه ثانويه. ما كانش علمي وادبي؟ على كل طيبه محل ما كنت ما كانش علمي وادبي، كان مدرسه ثانويه. وانا بتذكر، اذا في عندك اسئله بتقدر تسالني. انا بتذكر انه بتعرف اهلنا بودونا على التعليم، بدهم على كل تاخذ بقروت طبعا تنجح. طبعا هسا عشان تصير معلم. بالضبط. انا صرت معلم. يعني بذاك الجيل اللي كان يخلص 12 كان يصير معلم. خلصت 12 صرت معلم. ايوه. الجيلي انا صار اقل شوي، مع انه كثير من اولاد صفي خلصوا 12 وصاروا معلمين. انا بس كان بدا واسطه شوي. واحنا في حين بدا واسطه. أيوة. شوي.
الحقيقة كمان يعني في حينه ما كانش وفروا هالقد من المعلمين فترته. يعني انا عينوني اول تعينت في يافا مدرسه حسن عرفي. ايوه بعدهم بالنسبه لهم انت يعني كانت اول دار معلمين تعرف؟ كان دار معلمين هناك. أيوة. بس انا اولاد صفي راحوا يتعلموا دار المعلمين وانا عينوني معلم. ايوه تخيل قديش كيف. ايوه فاهم انت. صاروا اولاد صفي اولاد مدرستي يجي يعملوا استاج عندي. حلو. مع انه انا المفروض ابقى زي زيه. صار عندك تجربه. فانا بتذكر انه بالصف الحادي عشر خلصت 11 بس شعرت انه كيف بيقولوا مثل الفلاحين اللي زيه زيك. نعم. وقع الفاس في الراس. شو بأي معنى؟ انا 11 بغيب من الرياضيات والسنه الجايه بقروت. كثر ما بغيب بالرياضيات ما فكرتش انه انجح بالبقروت بالرياضيات. فشو عملت؟ فوتت على غرفة لما بفرصة الشهرين كانوا يسموها عندكم. أيوة. لما كانوا يسموها فرصة فدوس الشهرين. فدوس. يعني بين السابع والثامن هذول. نعم. بالشهرين هذول عارف شو ده عارف عن شهر سبعة وثمانية. نعم. فوتت على غرفة دارنا بديت أدرس. بديت أدرس ما طلعتش من الغرفة إلا بواحد واحد تسعة. شو عملت؟ أخذت كل الكتب كل إشي بتعلق بالرياضيات باقي المواضيع أنا بسلام عايش معها روعة بس الرياضة أخذت كل الكتب من الصف الخامس للحادي عشر وعدتهن واحدة حالي عدتهن واحدة واحدة. أي سنة ساووا مدرسة ثانوية عندكم الطيبة؟ تعرف أنا تعلمت مدرسة ثانوية سنة ال 67 كان في مدرسة كانت الحرب 67 حرب 67 صح؟ نعم حرب 67 مدرسة كانت قبال طول كرم طول كرم بالضفة قبالنا يعني ماشي بنروح عليها بسنة ال 67 واحنا بالصف آخر السنة معينة صارت الحرب. مين كان أول مدير مدرسة عندكم؟ واحد اسمه اللي انا بعرفه شريف دعسان. لا لا في قبله في قبله. تعرف اني انا علمت عن شريف دعسان. شريف دعسان الله يرحمه كان انسان كثير طيب. مزبوط. احنا انا اللي علمني كان مدير مدرستي مدير مربي يهودي اسمه عوزي دورون. منين عوزي دورون يعني غير هذا عراقي لا مصري يعني مصري مصري كيلو عفريتي تشمشي له غير اسمه. ايوه ايوه احنا كان هنا بكفر يسيف برضه مدرسه تياني انا تعلمت بمدرسه تياني بكفر يسيف وكان مدير المدرسه اسمه برضه عوزي. بس عوزي شيء ثاني عوزي شيء ثاني عراقي. برضه عراقي طبعا لهجته عراقيه. علموني برضه. أيوة كان يعلم الهندسه يوسف دب يوسف لما اجوا من لما هن اجوا من العراق اجوا متعلمين. طيب اني اجوا يعني اجى اسمي مين المتعلمين وهذا عوزي دورون اللي قلت لك عنه كان عوزي لويا عوزي لويا أوكي. كان يعني لويس من لويا من لويا عوزي دورون كان يعلم في جامعه الدول العربيه حزراني الخرطوم. حلو. كان يعلم في جامعه الخرطوم. أوه. فلما جاء اسرائيل غير اسمه هو اسمه وهبي شاي ما وهبي شاي معناها هديه طبعا بالعبراني شاي معناه متنا. فهو اسمه عوزي دورون. على فكره ودورون بالعبري معناها هديه فهو غير اسمه من كيت وهبي نسيت اسمه الاولاني لعوزي دورون. تمام. وكان مدير مدرستنا وكان معاه دكتوراه في ايش؟ بالرياضيات زيك في الرياضيات كان معاه. وأنا صرت بالآخر الحادي عشر هيك لما طلعنا لازم أرجع وإذا بعجبوش بيقدمنيش بقروت يعني هو بقدر بيقدمنيش بقروت إنه سلف يعني فاشل فلازم أنا أثبت حالي قدامه إنه أنا تقدمت كثير بالرياضيات وإن أنا يعني بقدر أنجح. يعمل لك امتحان. علمنا ثاني عشر علمني خراساني مو بثاني عشر بقى مش زي اليوم من حد عشر. طبعا علمني و نهاية الثاني عشر والحمد لله الله سطرها خد خمسة لليوم خمسة لليوم فطنان لهذيك الفترة الصعبة. نعم. لأنه يعني بحبش الرياضيات بس أنت بتحبش الرياضيات. خلينا نحكي شغلة أنت بتحبش الرياضيات. الرياضيات شو معلميني بالضبط. الرياضيات هو موضوع متسلسل بمعنى انه اذا الطالب ضعف او فشل بمرحله من المراحل راحت عليه المراحل
اللي بعديها. معناها أنا ذكي. شو عملت أنا؟ رحت على الصف الخامس على الكسور العشرية والكسور المئوية. نعم. من هناك بدأت من الصفر. أيوة بالضبط. هي والبلاغة. كمان أيوة. البلاغة اللي باللغة العربية النحو الواضح. كمان هناك القواعد تشكيل والهضم. هذا بده الواحد لازم. نعم. واحد يعني أنا كنت نحسب من الطلاب الشاطرين. نعم. لازم أحترم حالي أبقى شاطر. أكيد. كمان باللغة العربية مريت على القواعد من أولها. أما قواعد كمان متسلسل بالضبط. يعني أنت بتقدرش تعرف الفعل إذا ما عرفتش الفعل بالضبط. مزبوط. وبتقدرش تعرف الجملة الفعلية النعت إذا بتعرفش المفعول به منصوب بالضبط. النعت أكثر أكيد بالاسم يعني اسم إشي مبني على إشي بالرياضيات أكثر شيء هاي. لسا مثلا بالتاريخ إشي كمل لك القصة. أي قصة؟ قصتي لازم عندك تشوق. انت جاي طبيعي لازم اقول لك تشويق. المهم باختصار تفضل. رحنا وعملنا والحمد لله اخذنا البقروت واخذت خمسه والسلام. لا يا سلام بالنسبه لخمسه يا سلام. بكيت لما اعيد اعمل المعادلات هي. نعم. في بكى صعب. في اشياء صعبه ضلك تلف عليها ما بتشوف الا هي الجواب ناقص اثنين. منين اجت ناقص اثنين؟ خذ بالزبط. بس كنت يعني وصلت وضع انه لما كنت احل المعادله هاي الصعبه. نعم. اكون بدي ارقص. ايوه يعني ايوه هاي واحده من صفات. تعرف الشعور هذا؟ اكيد هاي واحده. هاي واحده من صفات الرياضيات انه الفرق بين السبب والنتيجه. السبب يعني المقدمه والنتيجه الاخيره ما تشوفش. يعني زي الاقتصاد مثلا بقول لك زاد الربيت علي سعر الدولار. طب شو العلاقه بيناتهم؟ في سلسله من العلاقات. زي العلاقه بين الدولار والذهب مثلا. طيب انه هون في سلسله من تلاقي الناس اغلب الناس بتحكي بالسياسه اليوم. ليه؟ انه في حرب. لا مش بس لانه الاسباب واضحه. يعني السبب والنتيجه حد بعض. طيب السبب والنتيجة حط بعض. أما صعب تلاقي ناس اللي بيحكوا بالاقتصاد مثلا. صحيح. ليه؟ لأنه صعب. لأنه بيعرف شو العلاقة بين مثلا زي ما حكينا زيادة الفائدة وبين سعر الدولار مثلا أو بين أنا عارف شو بالاقتصاد الدولي. ليش؟ لأنه في مراحل توصل من هون لهون وهي المراحل بتكونش مبينة. هيك بالرياضيات كمان. بالرياضيات في عندك المطلوب او المفروض والمطلوب. الفرق بين المفروض لازم توصل وهو المطلوب. وهو المطلوب بالضبط. لازم توصل. بعرف رياضيات بتغرش يعني عشان توصل من المفروض للمطلوب بتمر من عند المراحل. لما بتمر من عند المراحل بتعودش تشوف شو العلاقة بيناتهم. شايف كيف اليهود بيقولوا لو دوبين ولو يعر. لو دوبين ولو يعر او لو رؤي متهيأد. لو رؤي متهيأد. خلينا نتبادل شوي. تفضل. يقول لو دوبين ولو يعر ان لي زي الشاحر جمال بريح بافير لو مبوساس. مليون كلمة على أيوة. لو دوبين ولو يعر فطنتني وقتها. حلو. طيب لا هيك بس بكد اقول لك اتذكر بشوفونا طلاب بشوفونا خلينا قدر الإمكان أكيد نفكر. أكيد نعم. بدي أسألك تفضل أكثر كتاب كتبته أنت ألفته شو اسمه؟ أنا كتبت نوعين من الكتب. كتبت كتب اللي هي كتب مدرسية. نعم كتب مدرسية. ليه مدرسية؟ يعني كتب للمدارس. لا ما الفاهم بس بقول ليه رحت على هذا الاتجاه؟ ليش رحت على هذا الاتجاه؟ هي طيب قصة طويلة. أنا كنت أعلم أو أنا سويت دكتوراه بالرياضيات. طيب ومفروض إني أكمل بالجامعة أكاديميا يعني وأعمل أبحاث بالرياضيات بنفس الفترة اللي إحنا خلصنا فيها أنا وكمان دكاترة زي الدكتور نمر بياع زي الدكتور علي عثمان زي الدكتور يعني وجيه ظاهر أحمد أحمد عساف. في قسم انتقل على عساف هذا وزير بالحكومة الفلسطينية. لا هذا كان تعلم معنا بجامعة حيفا. فبالفترة اللي احنا خلصنا فيها أجت الهجرة الروسية. طيب بس برضو أجوا قويين جدا. أجوا قويين جدا. أجوا منهم دكاترة كثير. طيب أو اللي معهم شهادات دكتوراه سواء كان مزبوطة ولا مش مهم. على الأغلب مزبوط. على الأغلب نكون إيجابيين. خلينا نكون إيجابيين بالضبط. فشر المؤسسة الجامعية الإسرائيلية طبعا بتحب إنها تدخل هني
على الجامعات مش احنا. فاحنا ودونا وين؟ على الكليات. انا رحت على كريات شموني مثلا، علمت 17 سنين، وكانوا فاتحين بكريات شموني بمخليلة تل حاي مشهورة اليوم. مزبوط، تل حاي فتحوا فرع للرياضيات، وكان بيدين طبعا معلمين رياضيات، اللي طبعا المسافة من حيفا لكريات شموني كبيرة، مش كل حدا بيقبل يروح، لأنه بس يعني أنا ساعة يمكننا، لأنه عرب وهي يعني روح ساعة يمكننا، أكثر من ساعة كمان. طيب فرحنا على فرحت على طلحايب، كان بعدين سكروا الفرع الرياضيات، وانتقلت انا لوين؟ لدار المعلمين. لما دار المعلمين في حيفا، دار المعلمين في حيفا كان مديرك زكي كمال، كان المدير نجيب نبواني، كان المدير الاستاذ اليوم برضه شو اسمه بروفيسور عليان، لا عليان اللي كان في بروفيسور بروفيسوره ايوه. ف شوفي بدار المعلمين بتعلم جيل راخ، بتعلم الطلاب اللي بنصيروا معلمين، يعني ما بتعلم الرياضيات العالية. طيب مش بالضبط تخصصك، مش تخصصي، يعني احنا كنا نعلم بتلحاي وبالجامعة حيفا نعلمت كمان، كنا نعلم رياضيات مستوى ايوه. فبدار معلمين كنا نعلم الطلاب اللي بدي يروح يعلم، يعني انا كنت اعلمهم شغلات اللي قالوا لي استاذ شو بدنا فيه هذا، يعني انا احنا ليش بتعلمنا اياته هذا، يعني انا مش فاهمين شو بدنا فيه. والله الحق معكم، شو بدي اعلمكم لكان علمنا كيف بيعلموا صف فستان، كيف بيعلموا صف اول. فبالفعل من هون بديت الفكره انه انا صرت ابدا اراجع، تنزل بالهذا بالضبط، تيجي لعقل الطالب اللي بده يعلم، بدك مراجع برضه، يعني بكفيش انك بس تعتمد على ايش انت او البديهه تبعتك، لا بدك تراجع كمان، يعني هذا علم برضه، انك كيف تعلم الولد العد، وين بيغلط بالعد الولد، وين بيغلط بالعد، يعني وين بيغلط بالعد الولد بيغلط بالعد، مثلا بتقول له عد هذول 1 2 يمكن يفشئ واحده، طيب او يمكن يقول 2 ويقول 1 2 وهو بعده بواحد، طيب هذا فش الطفل ايوه بالضبط، فش الملائمة هاي اللي بسموها احادية القيمة بالنسبة له. يعني هون بيغلط بالعد، بس هاي الشغلات بدها تعليم يعني. وساعتها انا رحت لمراجع وكتبت كتاب اسمه تعليم الرياضيات في الجيل المبكر على وطبع شو البواكير قلت لي؟ لا هذا غير البواكير. شو البواكير؟ البواكير لما قلت انه انا يعني صرت اعرف، فطلعت بالمدارس كان في كتاب واحد بس للأستاذ نصيف فرانسيس، كان يفتش رياضيات. تذكر شو اسمه الكتاب؟ الكتاب اللي كان اسمه خطوات حديثة في الرياضيات. شفتوش هذا في أنا. خطوات حديثة في الرياضيات. ما تقبلت معنا. وكان في اللي مفتش اللي ما تقبلت معه. لا الكتاب. الكتاب كانوا يعلموا فيه. يمكن. إحنا مثلاً علمنا من كتاب العبراني جبر. أنا تعلمت الكتاب العبراني كمان. كان يترجم للعربي هذا. أنا بالعبراني تعلمنا. كيتو بالعبراني. فقلت مدامني يعني صرت أعرف. فليش ما نسويش كتاب؟ ولكن طبعا وكان بس فكت شوي نقد عليه، كان ما مش عارف، لا الكتاب يعني مش مليح بالفتره هذيك، بس كانت الشغله الصعوبه بالمصادقه، لانه كان في كتب بالمصادقه عليه لانه تبعت وزاره المعارف، تبع وزاره المعارف بالضبط. ليش؟ لانه كان في لمتاح كتاب كمان، بس كثير كتبوا عنه هذا الكتاب إذا أنا مش غلطان. صار في مرة بتعرف كل كتاب بيطلع وبينجح بصير عليه عجقة بالضبط، جليل عجقة، احنا بنقول عجقة ايوه بالضبط. فصار اكيد يعني، بس الكتاب هذا عودنا سوينا سلسلة غيره اسمه حسابي، ولسه عمالين بغيره منهاج الرياضيات كمان، بس اسمك انا متذكره انه يعني وبربطه بكتب الحساب فعلا وبالكتب بالتأليف حقيقة من زمان يعني، وأنا صغير نقول. وأنت صغير؟ أنا ما كنتش صغير. ماشي يعني 10 سنين لورا. نعم. هاي اسمك بالنسبة لليوم. نعم. صغير. نعم. وأنت قديش 10 سنين لورا كان عمرك؟ 10 سنين لورا؟ هسه هون عم نحكي على الهواء. أنا بقول لك. حرام عليك. أنا بقول لك، بدك تعرف أنا؟ بقول لك. لا تقولش على الهواء، لا حرام.
والكتب هاي كانت مهمة للمجتمع في حين والمدارس. لما أنت كنت تألف هاي الكتب كانت مهمة. نعم، أنا سويت كمان كتاب باللغة العربية اسمه التكوين، كمان كان كتاب رائع لحد هسه موجود. تكوين من أي كلمة؟ التكوين يعني. التكوين هو تكوين عقلية الطالب أو تكوين فهم الطالب أو التكوين. سووا كتاب العبري اسمه برشيت التوراة. برشيت بترجمه. أنا جالس عن الكلمة. برشيت. بدي أسألك سؤال. تفضل. لأنك أنت ال كذا كل وأنت حاول أفطن. حكى محمد مصارع كان هنا حكى كلمة برشيت. برشيت نعم. برشيت برا إلهيم. إتشمام إتارت. بارت. إتاتو فافو. بمارن بهي أور إشي من النوع هيك. الضوء أول إشي. ال بهي أور. لا مو بيعمل اليوم الأول شو كان واليوم. مو اليوم الأول تتذكر شو. اليوم الأول. لا مش قادر مش قادر أفطن اليوم الأول ما تعلمنا بالتناخ. التناخ للي مش جزء بعرفوش التناخ هو الكتاب المقدس عند اليهود مزبوط؟ مزبوط. فاحنا تعلمنا هني مؤلف من ثلاث كتب من تراث نبيين من ثلاث كلمات تراث نبيين مكتوبين مكتوبين نعم. فاحنا تعلمنا فيها يعني هو اول كتاب اسمه برشيت لما بترجموه للعربي برشيت انا بقصدش الكتاب بقصد برشيت دكتور. برشيت كتاب برشيت اول كتاب بالتوراه اسمه برشيت لا دكتور انا بقصد بعدين بيجي ملخيم وبعدين بيجي بس انا بقصد اول كلمات من برشيت زي ما حكينا دكتور انه اول شيء الله خلق كيت وبعدها خلق كيت وبعدها كيت وكانت الارض فوضى وهيك وكان بكناقص الله وفيش ما حدا شايفها فكان الله فليكن ضوء فكان ضوء نعم. يعني هاي بقصد برشيت هاي اول كلمه بالتناخ يمكن برشيت لا طبعا برشيت براء الهيمة انت شمان عشان يسموا الكتاب كلياته برشيت برشيت زي عندنا بسموا بالقران الكريم المصحف الشريف بسموا قسم منه احذر شو عمه جزء عامة جزء عامة يتساءلون عامة يتساءلون النبي العظيم نعم. فكل يعني زي هناك عند الديانة اليهودية برشيت بقابل مثلا في كثير مرات ذكرتني انت بتحكي اليوم انا بحكي كثير بشاعر انا بحكي كثير ذكرتني بصورة البقرة نعم يعني حكي سمعتها بتعرف اسمعها وشوف قديش في هاي الصورة حكمة ملاني حكمة حكمة وقواعد حياة وشو مسموح شو ممنوع وشو للرجل وشو للمرأة كل الأشياء اللي يعني في ناس بيستحوا يحكوا عنها مكتوبة كلها في سورة البقرة نعم بيستحوا بمعنى يعني إنه مش بال يعني معنى إنه بيخجلوا يعني بس عارف ليه سموها سورة البقرة لا سورة البقرة عشان كتبوا عنها عن اليهود فيها أيوة بالضبط لأنه الله طلب من اليهود سيدنا موسى من اليهود يذبحوا بقرة صفرة ذهب فهني كل شوي يروح يسألوا قدي عمرها بعدين منين بعدين شو لونها وبعدين إلى آخره أيوة. أوكي إذن أكثر كتاب بتحبه بتشوفه قريب على قلبك شو من اللي كلفتين كتب أنا كلفت كتب المدرسية بنحطها بجهة طيب كتبت كتب للأطفال كمان تذكر اسم كتاب؟ الباقي الخجول هذا كتاب اللي عمله مسرحية شو اسمه مصري أسامة مصري أسامة مصري أسامة مصري عمله مسرحية وطلع فيه برية البلاد كمان وعمل تونس بتونس ويمكن بالطيب يعمل المسرحية طالم كثير أسامة مزبوط عمل هو وزوجته الله يرحمها توفت الله يرحمه مزبوط صحيح وفي عندي كتب اللي هي كتب اللي أنا ألفتها إلي يعني في عندي كتب قصص قصيرة اسم واحد اسمه العروس العمياء طيب وفي عندي كتاب شعر أو كتابين شعر ليلى والذيب أنت اللي ألفتها لا 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 ليلى ليلى والذيب حرام عليك هاي قصة من القرون الوسطى قصة قديمة وفي الكتاب اسمه الخلود القضية المنسية هذا كتاب فلسفي يعني بحكي فيه عن آرائي بالدين وبالفلسفة عن الخلود القضية المنسية وعن ذكرت فيه قصة جلجامش كيف كان يبحث عن الخلود يعني كيف لما صاحبه اللي اسمه أنكيدو إن هذول اثنين كانوا بأوروك هاي مدينة في العراق
في مدينة اسمها أوروك، وكان جلجامش عن جد في مدينة اسمها أوروك بالزمان كانت. زمان كانت طبعا يعني. و جلجامش كان نصف إله، لأنه أمه إلهة وأبو لا أبو لا أو بالعكس مش ذاكر. طيب وأنكيدو، هذا أنكيدو كان صديقه. كيف أنكيدو؟ هذا أنكيدو ما كانش صديق بالأول. أنكيدو كان رجل بمعنى بطل يعني. أيوة بطل، بس كان عايش بالغابة طرزان يعني. كان عايش بالغابة مع الحيوانات، والأسد يلعب بحضنه ويأكل معه ويشرب معه ويمشي معه وإلى آخره، يعني رفيق وصديق الحيوانات. ليش؟ لأنه متعودين عليه، لأنه عايش بس ما يقدروش فيه. لا ما يقدروش فيه لأنه عاشوا معه يعني كأنه ولأنه هو كمان بحبه وبعاملينه إلى آخره. فجلجامش كان ملك على أوروك، فحب وكان في لازم يخوض معارك مع أعداء كبار، وحب انه انكيدو يكون معه لانه هو بطل. فبعث لانكيدو يعني تعال يا حبيبي، تعال عيش بالمدينه معنا، تعال نكون اصحاب تحارب معي. فرفض انكيدو بعده محاولات، رفض. اجى واحد اشار على جلجامش انه عارف شو تساوي معه، ابعث له مره. مره ايوه، فبعث له مره. بعث له امرأة. لازم بعث له حمى. أيوه بعث له حمى. بعث له امرأة. فامرأة بديت تعاشروا بالغابة، ولما بدت الامرأة تعاشروا صار يعيش حياة الحضارة. طيب ويأكل أكل ويتطبخ له وتعجل له. طيب الحيوانات بعدت عنه، لأنه شافت أنه طريقه اختلف عن طريقه. فهو ما لقاش طريقة إلا غير إيش؟ يستجيب لجلجامش. وبالفعل صار صديق لجلجامش، وعملوا معارك وانتصروا على الثور الأبصر إيش وإلى آخره. ولكن بيوم من الأيام أنكيدو مات. طيب مشكلة. فزعل عليه جلجامش زعل رهيب، وبدي يتساءل ليش احنا بنموت اصلا، يعني ليش لازم نموت. فبدي يبحث عن يقرب على الخلود. بالضبط هون بدا يقرب على الخلود. طبعا ملحمة جلجامش معروفه ومذكوره بالاساطير. انا بدي اقول لك اشياء معروفه. نعم. في ناس وانا منهم عندهم بالبيت قط كلب شيء. احنا عندنا مثلا قط، هذا القط لما انت تدعس له على ذا، انا بحكي شيء مش فلسفي اما حقيقه، لما انت بتدعس على طرف على اجر قط، شو القط بده يعمل؟ بده يخمشك. تمام. لما انت بتدعس على ايد على على اجر كلب، بتدعس فعلا بتألمه يعني بالغلط بتألمه، بده شو بده يعضك. صح. يعني لما تعمل شيء هسه سبحان الله كيف الكلب او البس بتصرف مع صاحبه، لما صاحبه بدعس على ايه، وصاحبه داعس على ايده على اجره او ذنبته بالغلط، مش انه حابب بعض او بخمش، بس بلطف مش خمش حرب. او والكلب لما بده عض، انا ايدي اجت بكلب ايدي ثم الكلب ما كبلش عص عليها، اشعرني انه انا عامل شيء وما كبلش عصا عليها. يعني بداعبك يمكن. لا بده اول شيء خبط عجره بالغلط. هاي بقول لك مزح غليظ. بقول لك كميدة يعني دير بالك. بتخيل قديش عشان انت بتحكي عن قصة الخلود اللي بتقول عنها. عن حيوانات وكيف الحيوانات بتتصرف. يعني انت ذكرتني بالشيء. انه هيك بتصرف الحيوان، انه لما دعست على اجره، لو دعس على اجره مثلا حيوان زيه او واحد غريب اعتبره عدو، بهاجمه بعضه بخمشه. نعم. بنزله الدم سواء القط او الكلب. نعم. طيب والله قاعده كثير حلوه معك دكتور. تسلم دكتور بالرياضيات. من الواحد يعني انا ينعدى منكم شوي. مو يعني بدي اقول لك شغله، بدي اعطيك تنهي الاشياء، انت تجمل كل شيء لانه. نعم. بدي اقول لك شغله، اليوم الناس بتامن بالاختصاص، يعني بمعنى انه تخصص، يعني تخصص بالتخصص. بالضبط. كل العلماء العرب الفلاسفه العرب
بالقرون الوسطى ما كانوش يعني، كنت تلاقي الرازي مثلا، ابن سينا يحكي بالدين، يحكي بالفلسفة، يحكي بالرياضيات، يحكي بالنجوم بالفلك. طيب يعني كان زي سقراط مثلا، آسف، أرسطو اللي هو علم اسكندر المقدون، وعلم أرسطو تعلم من سقراط. أنت أرسطو تعلم من سقراط، يعني بتبدأ من أفلاطون، أفلاطون علم سقراط، سقراط علم أرسطو، أرسطو مقدوني. أفلاطون اللي علم الناس قال لهم إنه في بالحياة، إنه فيش بالحياة كمال. شو أنت قلت قبل شوي القصة تاعتك الخلود، فيش وقال فيش كمال في الحياة. الفيلسوف هيك أفلاطون، أما شوفي في ميل للكمال، في أكيد تحاول الكمال، أما كمال نفسه فيش. وإحنا المسلمين بنقول الكمال لله وحده. نعم فضل. نعم اللي بدي أحكيه أنا إنه الناس الموسوعيين، يعني اللي بيعرفوا أكثر من مجال، يعني بيعرفوا، يعني الفارابي مثلا كان موسيقار. بتعرف قصة الفارابي؟ الفارابي فات على مجلس لسيف الدولة، وبالاخر سيف الدولة اكلها من امير المؤمنين. لا انت بتحكي عن المتنبي، يمكن المتنبي والسيف الدولة اللي اختلفوا. المتنبي راح عند عمصر وعند كفور الاخشيدي، وبعدين مدحوا بالبدايه، وبعدين هجا الى اخره. اما الفارابي هاي القصة صح؟ انا فاكر الدكتور هاي اللي حكينا عن جدي بتبقى مفحوصة ولا يعني هي قصص يعني حكينا قصص كثير. لا هي اخر شيء مثلا انه راح عن الاخشيبي وهناك وبعدين ذم وبعدين هرب. لا يعني هي قصص حكم عليه بالله. اكيد هاي الاشياء بتصير، الاشياء كيف توثق؟ يعني هي توثق، هي وثائق. يعني لما قصيده المتنبي فيها جاء كفور الاخشيدي، يعني هي وثيقه، يعني هي وثيقة. هي نفسها بتعلم التاريخ. القصيدة اللي تبع المعتصم لما قالت له ومعتصما، هاي المرأة اللي كانت بالرومان تعدوا عليها وعمل حرب عشان هي وثيقة، صارت وثيقة. يعني هي وثيقة من التاريخ، فهي وثائق اللي هي بتوثق التاريخ. اللي أنا كنت أقوله عشان بدنا نخلص، عشان نخلص ساعة تقريبا. عن جد ما حسيناش. ما حسيناش انه الحكي ايوه انه مش ساعه، اكل من ساعه بالضبط. انه اليوم مفروض كمان يعني صاروا يعلموا بالجامعه شيء اللي اسمه رفض حومي. اوكي، شو يعني رفض حومي؟ متعدد المجالات. مثلا الرئيس الحكومي اليوم او وزير، يعني انت بتجيب وزير مثلا وزير للزراعه، هو بالفعل مزارع؟ هو مش مزارع، بس هو مفروض يكون ملم يعني بالزراعة، يعني وبكثير شغلات. يعني هو كمان بده يقعد مع الحكومة بكابينة الحكومة. طيب يمكن بده يحكي سياسة، بده يحكي عسكري، بده يحكي اقتصادي، يعني بده يكون راف. وهذا بسموه بالجامعة اليوم، صاروا يعلموا يمكن بجامعة إسرائيل، يمكن بجامعات العالم كلياتها، اللي اسمه موضوع اللي اسمه راف تحومي، انك تتعلم عدة مدير المدرسة مثلا. طب اذا عنده مدير مدرسه، اذا عنده معلم انجليزي بده يفحص، اذا بيعرف يعلم انجليزي ولا لا. المفروض يعرف انجليزي. مزبوط صحيح. ايوه هذا هو. بدي قبل ما ننهي بدي اقرا عناوين اكيد. قبل ما ننهي، بتعرف هذا برنامج معمول احنا بموجه مفتوحه بسبب الحرب للاسف الشديد. نعم. وهنا يعني احنا يعني نتعامل مع الأخبار المتعلقة بالحرب وغير الحرب بشكل متواصل. هنا العنوان الرئيسي قبل ما ننهي المقابلة، نقرأ العناوين بعدها بنفترق بسلام إن شاء الله. القتال يدخل يومه 76، اشتباكات ضارية في قطاع غزة، إطلاق صواريخ على تل أبيب ومدن أخرى في مركز البلاد. من هذا الخبر الرئيسي تتفرع الكثير من العناوين الأخرى. وآخر شيء، آخر عنوان من العناوين الثانوية هو العنوان المتعلق
بالجيش الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي اقتباس قوات الفرقه 99 تشارك لاول مره في مناوره بريه. بالنسبه لي بتكون اشياء كثيره، يمكن هذا اشياء مهمه لرجال العسكر مش النا. عناوين اخرى في موقع بانت في هذه الموجه المفتوحه لموقع بانت وركنتها لها: حماس اقتباس، لا حديث حول الأسرة ولا صفقات تبادل الا بعد وقف شامل للعدوان، نهايه الاقتباس واقتباس مره اخرى اسرائيل، هذا لن يحدث. عنوان اخر: تعرفوا على المحامي ياسرين ابو لبن المرشح لعضويه بلديه اللد، اريد ان احدث تغييرات كثيره. بتقصد يعني اذا بنتخبوها عضوي في بلديه اللد، وهي محامي نشيطه حسب رأي الشاطرة. وبعدين عنوان ثاني: احضروا اقتباس تسجيل 11 حالة تسمم لأشخاص تناولوا الفطر الذي قطفوه في أحضان الطبيعة شمالي البلاد. هذا قريب عليكم، هاي ممكن. عنوان آخر: الأخصائي النفسي دكتور زاهر عكرية يتحدث عن أبعاد وتأثير مشاهد الحرب على الأطفال والمراهقين. ان شاء الله الحرب تنتهي ونبطل نشرح عنها حتى على حساب الموجه المفتوحه، ما تكون موجه مفتوحه. سلام. دكتور علي، دكتور احمد هيبي، نعم، بدي اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم على الاستضافه. شكرا وشكرا كثير. على فكره ليه بتبينش انت بالمده الاخيره؟ المده الاخيره لازم تسال الانتاج عندنا. ايوه بالضبط. لانه انا يعني زمان ما شفتكش. لا احنا كنت فترة طويلة كنت اجي يعني. اوكي، يبدو انه لازم اسال بكل الاحوال. ان شاء الله بدنا بحكي انا وياك. احنا يعني يسرنا نستضيف كثير شخصيات ومعنا مجال هنا يعني 24 ساعة بث مباشر. بالمجتمع العربي في كثير ناس اللي عندي يحكوا هيك، فاذا ناس ما توجهنا لهم يتوجهوا لنا يعني. بحب وبود وبكثير رغبه ان شاء الله. يعني الشخص يشعر يمكن باحراج انه يطلب انه والله قابلوني يعني. بس هو بقول بس الي او بس للبنت يعني. ليش بنحرج؟ انا حسب رايي فيش لزوم، لانه يعني في ناس كثير بيشعروا انهم بيقدروا يخدموا مجتمعهم من خلال المقابله، يزيدوا التوعيه. هذا لا تشبعني انا يعني. انت ذكرت لي اسم 5 معهم دكتوراه بالرياضيات. والله ما بعرف ولا واحد منهم. صحيح. بس انا هم مثلا بيتصلونا بنجيبهم بنحكي معهم، هذا بفيد المجتمع كله. مزبوط. اكيد. دكتور احمد هيبي باحث وكاتب، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا استاذ بسام. شكرا لك. شكرا. نحن الى هنا ناتي الى نهايه هذه الفقره من الموجه المفتوحه. بعد قليل ستكونون مع برنامج مبسوطين مع هلا مع بسيم دموني. كونوا معنا بعد الفاصل. الى اللقاء.